التعاون الخليجي يضع شرطا قويا لإيقاف الحرب في اليمن. لنشاهد التفاصيل. أكد مجلس التعاون الخليجي حرصه على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاثة كشرط ضروري للحل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف مع المبعوث الأممي الجديد هانس غرونبرغ. وخلال الاتصال جدد الحجرف موقف المجلس على إنهاء الأزمة اليمنية سياسيا وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على أهمية استمرار الجهود الأممية للوصول إلى حل للأزمة اليمنية انطلاقا من المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والدفع بعجلة الحل السياسي لما فيه مصلحة اليمني وأهله.